يا أهلا وسهلا. زي ما في الدنيا المادية قوانين فيزياء مثلا زي قانون الجاذبية مهم أنه الإنسان يفهمه علشان يعرف يعيش صح في حياته المادية، في أيضا قوانين حياتية أو نفسية إذا الإنسان فهمها هتساعده كثير في أنه يحيا حياة فيها سلام داخلي وطمأنينة ونجاح. من ضمن هذه القوانين قانون اللا ديمومة، The Law of Impermanence، أنه لا يوجد أي شيء يدوم، كل شيء متغير، كل شيء، علاقتك مع الناس، ولدك، أبوك وأمك، زوجتك، العلاقة هذه لن تدوم، في يوم من الأيام ستنتهي، الأشياء لا تدوم، الاقتصاد لا يدوم، مستحيل أنه تفضل سنين من الرخاء، لازم يجي بعدها ما يسمى بالريسيشن أو الكساد الاقتصادي، بعدين مرة أخرى في نشاط اقتصادي وهكذا. جسمك حاله لا يدوم، نفسيتك مستحيل أنه تفضل في حالة من السعادة مثلا، لازم حتيجي عليك أيام فيها نوع من أنواع الهبوط أو شوية الحزن أو أيا كان، يعني مشاعر سلبية. اللذة لا تدوم، أيضا الألم لا يدوم. فهم هذا القانون حيخلي الإنسان يعيش حياة متوازنة، يعني لما أنت تكون في وسط اللذة تذكر أنها لا تدوم فلا يزيد فرحك ويتحول إلى غرور، ولو أنت في وسط الألم في حالة مؤلمة جدا تتذكر أن هذه لن تدوم، سيأتي الفرج، وبالتالي تعاملك مع هذا الألم يخف، يكون في حالة من أنواع التوازن، ما تشعر بالإحباط مثلا لأنه تستشعر أن الألم هذا سيدوم إلى الأبد، لا سينتهي، بالتالي تحيا حياة متوازنة. الآن هذا القانون الإنسان إما أنه القوانين هذه ترى ثابتة، يعني عاجبانة ما هي عاجبانة، هي موجودة. من أسرار النجاح في الحياة أنه الواحد يعترف بهذا القانون ويعرف يتعامل معه ولا يتصادم معه. يعني قانون الفيزياء مثلا حق الجاذبية، لما اكتشفوا الإنسان عرف أنه يخترع الطائرة، الطائرة لا تتعارض مع قانون الجاذبية، الطائرة تم اختراعها بناء على قانون الجاذبية وبالتفاعل مع قانون الجاذبية. تالي قانون زي قانون اللا ديمومة، الإنسان إذا ما فهمه وتقبله، تقبله كقانون سواء عاجبك أو مو عاجبك، يعني قانون الجاذبية سواء عجبنا أو مو عجبنا موجود، قانون اللا ديمومة سواء عجبنا أو مو عجبنا موجود، فكل إنسان عنده قرار، إما يتصادم مع هذا القانون ويفضل يتعارض معه ولا يتقبله وينفر منه، أو يتقبل ويعترف بوجوده ويرتب نفسيته وأفكاره وخططه بناء على هذا القانون، وهذا اللي حيؤدي إلى التوازن النفسي والاستقرار والنجاح في الحياة بشكل عام. طبعا قوانين الحياتية كثير، يعني هي بالعشرات. من ضمن القوانين طبعا ما حتكلم عنها الآن، ولكن مثلا من ضمن القوانين المربوطة بقانون اللا ديمومة قانون اللا تعلق. إذا فهمت أنه الحياة ما فيها شيء دائم حتبدأ تمرن نفسك أنه ما تتعلق بولا شيء علشان لا يصير في ألم عند الفراق، أو تتعلق ولكن بشكل مبسط، يعني لا تبالغ في التعلق. قانون اللاملكية، فهم أنه إحنا لا نملك شيء لأنه ما في شيء يدوم أصلا، فهو أقرب إلى إيجار، جسمنا عبارة عن إيجار حنرجعه، علاقاتنا عبارة عن إيجار، الممتلكات اللي نعتقد أنه نملكها هي في النهاية إيجار مؤقت وستنتهي العلاقة بها، وهكذا. طبعا في حكم كثير في كل الثقافات العالمية مبنية على قانون اللا ديمومة ده. من ضمن الحكم مثلا أحب حبيبك هونا ما، عسى أن يصبح عدوك يوما ما، يعني لما تحب حبيبك حبه هونا ما، يعني بدون مبالغة، لأنه في يوم من الأيام ممكن يصبح عدوك. والعكس أيضا، أبغض عدوك هونا ما، عسى أن يصبح حبيبك يوما ما. فعدوك لو حتبغضه لا تبالغ، حتى في البغض لا تبالغ، لأنه في يوم من الأيام ممكن تتغير العداوة هذه وتصبح محبة، وهكذا. حكم مرة كثير مبنية على قانون اللا ديمومة. برضو من ضمن الحكم المتعلقة بهذا القانون، كلها حكم حافظينها إحنا، المشكلة فرق بين الحفظ وبين استشعار المعاني وتطبيقها في حياتنا. فبقاء الحالي من المحال، حكمة التغيير هو الثابت الوحيد، change is the only constant، وهكذا حكم مرة كثير.
البعض ممكن يعتقد أنه هذا القانون الواحد لو افتكره كل شوية حيتنكد، أنه كل شوية نقعد نفتكر أنه ما في شيء يدوم، هذه دعوة للنكد. أنا أعتقد العكس تماما، الدعوة الحقيقية للنكد أنه الواحد ما يعترف بهذا القانون وما يسلم له ويفضل يتصادم معه، هذه هي الدعوة للنكد. ولكن تذكره بالعكس أنا في رأيي هي دعوة للاستمتاع باللي عندك أكثر. أنت لما تكون في علاقة مثلا مع أولادك، لما تستشعر أنها حتنتهي بالعكس ستقدر اللحظة اللي أنت فيها وتستشعر قيمتها وتستمتع بها أكثر من لما تحسب أنها دائمة، وبالتالي زي ما يقولوا بالإنجليزي you take it for granted، يعني ما تقيمها، تأخذها كده تأخذها من المسلمات العلاقة أنه ما حتنتهي، وبالتالي ما تستمتع فيها بالقدر المطلوب. وأيضا استشعار قانون اللاديمومة يقلل من الألم، لأنه أنت في وسط الألم لو استشعرت أنه الألم سيدوم إلى الأبد هذا حيزود ألمك على الألم اللي موجود جيده، ولكن إذا استشعرت أنه لن يدوم هذا الألم حيقلل من ألمك ومن معاناتك. وبالتالي قانون اللاديمومة الاعتراف به والتسليم به هو دعوة للاستقرار النفسي وليس للنكد والاكتئاب، وأنه الواحد يجلس دائما معصب أو متضايق ومكتئب ولا شيء يدوم في هذه الحياة. لا لا، هي ليست دعوة لذلك، بالعكس هي دعوة أن الواحد